أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني. لسه متواصلين معكم برنامج الأسرة والصحة والمجتمع إن شاء الله، اللي هو حاضر معكم يوميا من السبت ولغاية الخميس. عديد من فقرات وعديد من مواضيع دايما هي في انتظاركم، دايما خليكم معنا. أكيد إحنا بنحاول نأتي بالجديد، بنحاول نأتي بالمفيد إن شاء الله. بعد الفاصل ضيوفنا المميزين، ضيوف الصحة، وأكيد هم شباب النجدة. شوفهم بعد الفاصل. سوداني مجتمع أصيل ومجتمع عريق جدا، ومعروفين بالتعاضد وبالمساندة ومساعدة الغير، ومعروفين دايما إنه نحن بنجيف مع الناس. يعني أيا كان، إحنا في الفترة اللي فاتت يمكن شفنا كثير من المبادرات وكثير من التنظيمات ومنظمات وكثير من المجموعات اللي قامت من أجل إنسان هذا الوطن، من أجل مساعدة الغير. منظمة شباب النجدة معروفين ومشهورين، واليومين ذي ما شاء الله من إشارة لإشارة إحنا شايفينهم. مرحبا بهم، نرحب بهم. أول حاجة بنرحب بكم كثير جدا مروان القاسم، أهلا بك، عضو في منظمة شباب النجدة. شكرا لك وأهلا بك وسهلا. صباح الخير على المشاهدين، وصباح الخير على المقدمة المقتدرة، يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا لكم كثير. كمان بنشكرك يا مدر علي على الحضور، واكيد في اللجنه الاعلاميه كمان لمنظمه شباب النجده. شكرا لك. صباح الخير عليك المذيعه الجميله الرائعه، صباح الخير على جميع المشاهدين مشاهدي سحر الموسيقى انغام، مرحبا بك. يا اهلا بكم. اليومين دول انتم ما شاء الله منتشرين يعني في الاشارات، ودعم الكبير جدا جدا جدا، وجميل يعني انكم تكونوا في الساحه وفي الشارع. جميل لما اشوفكم او يشوفوكم غيري، يعني بينبسطوا لانه نحن لسه بخير. كلمونا عن الوقفة الجميلة اللي قايمين بيها الآن قبل ما نخش في منظمة شباب النجدة. الوقفة، الشارع، الناس، التعامل معاكم. طيب أنا قبل ما أخش في المشاريع بتاعتنا أبدأ بالتعريف بتاع المنظمة بتاعتنا. فهم كوكب، ما عايز تكلمنا عن الشارع يعني برضو. طيب نخش في التعريف بعدين، برضو حق الشريك في الشارع. كلمنا عن المنظمة. طيب منظمة شباب هم كوكب من الشباب الواعي المثقف، كلنا طلاب تاعين جامعات، طلاب تاعين مدارس. لما نحب العمل الطوعي والعمل الإنساني، إنه نكون نجدة لأي زول صاحب حوزة وصاحب حوجة في الحياة. مختلفين في ألواننا، في عاداتنا، في تقاليدنا، في أعرافنا، في جنسياتنا، في طريقة كلامنا، في طريقة فهمنا، في طريقة تفكيرنا. مختلفين في الحياة دي كلها، لكن لمتنا حاجة واحدة أو فكرة واحدة، إنه نضع بصمة في المجتمع، لأن المجتمع عنده دين عليها كشباب سودان. يعني متفقين في العمل الطوعي في مساعدة البعض يعني. جميل جميل. انا شاكر لكم، من احنا نحب الشباب جدا، بنحب دورهم ووقوفهم اكيد مع الكثيرين يعني من ابناء البلد اللي هم بيحتاجوا للمساعده. مدر علي، بوصفك في اللجنه الاعلاميه، يا ريتك لو كلمتنا عن اليوم العالمي للسكر. يمكن انا سالته هو تهرب من السؤال بدائيا يعني. في انه الشارع كده، كلمني عن الشارع ووقفتكم هي من اجل طبعا اليوم العالمي اللي هو حيكون يوم 14. قبل ما امشي لك عن المبادره اليوم العالمي للسكري، ارجع لك لسؤالي بتاع الشارع. لو ما نحن قريبين من الشارع وقريبين من المجتمع، ما كنا عملنا حاجات، او ما كنا لحد الان نحن متوجهين كاسم او كمنظمه. قربنا من المجتمع، قربنا من الشارع، خلينا نحن شايفين بعيوننا الحاصل في المجتمع السوداني. اكتشفتوا شنو وانتم واقفين في الاشارات او في اي مكان ثاني عشان تتحصلوا عبر الصندوق على مال؟ يعني في اللي بيدفع 100، وفي اللي بيدفع جنيه واحد، وفي اللي بيديك حديده، وفي اللي بيقول لك دعوه. يعني في بتختلف الحاجات يعني. كلمنا الحاجه اللي استفدتوها شنو من الشارع يعني. استفدت كثير. اول حاجه تعرف مجتمع، تعرف على انواع الانواع زادت بعد المجتمع الناس. ثاني كيفيه انه في كميه بتدفع من في زي ما قلت بتدفع، واحد بيدفع 1000، واحد بيدفع جنيهين، في واحد بيدفع. التنوع البشري، التقرب من الفقير. ايوه، نوعيه التعامل، التقرب من الفقير والقني. لما انت اللي جيت فتحت دقت لي باب الباب الشباك بتاع العربيه، مرات واحد بيفتح ويش وبيعين لك بيرجع ثاني. اوكي، دي ما مشكله، دي انت بتتعود، بتحس بحاجه، بتحس بحاجه ولا عادي؟ هو شعور يعني شويه بتضايق، لكن انت اصلا عندك هدف انه انا حصل حاجه معينه عشان فقير. ما جاي عشان يعني الهدف كبير، عشان كده بتتغاضى عن اي تصرف ممكن يكون ما سليم. أيوة. لكن اكتشفت انه التصرفات بتاعت السودانيه حلوه، يعني التعامل عموما جميل، يعني كلهم حابين يساعدوا. ممكن يكون ما عنده، ممكن يكون ساق عربي، لكن والله ما عنده. بتحصل، بتحصل كثير، بتحصل اكثر من كده، لكن قربنا من المجتمع ده اللي بيبين لنا انه حاصل شنو في المجتمع. نعم، والمفروض اننا نضع بصمتنا في المجتمع. كلام جميل، ده كلام جميل جدا. اذا اليوم العالمي للسكر ان شاء الله يوم 14/11، كلمنا عنه. مبادره بتحتفل اول حاجه راجعه لمنظمه الصحه العالميه،
لليوم اللي اخترعوا فيه الأنسولين في العالم. نعم. وهو 14-11. المبادرة احتفل بها أكثر من 136 دولة في العالم. نحن لنا سنتنا الرابعة على التوالي بنحتفل بها. ما يعني ما هي حاجة جديدة علينا. لكن السنة دي بس عشان شوية الضغط علينا في السوشيال ميديا في كل وسائل الإعلام. انتشرت المنظمة بصورة أوسع. بقى عندنا اليوم ده يوم مفتوح، يوم متكامل، علاجي مجان لجميع مرضى السكري في السودان. يعني يحتوي على معارض، أدوات ثقافية، خبراء تغذية، معامل، كشف نظر، باطنية، أسنان. حيكون وين الكلام؟ الكلام ده في مقرنا في الحديقة الدولية مقابل مدينة الطفل. أيوة في الحديقة الدولية إن شاء الله. أيوة إن شاء من الله. الصباح. من الصباح. كشف مجاني، كل حاجة، مجاني. حتى أدوية وكل حاجة. أيوة. نعم. مجاني متكامل لمريض جميع مرضى السكري. الحين أنا عايز أركز عليها إنه التغذية بتاعت مريض السكري. دي الحاجة اللي نحن بنعاني منها في السودان. نعم. إنه هو مرض متزامن متعايش مع الإنسان، إذا أصاب الإنسان من السكر إلى أن يتوفى بيكون مع الإنسان. نعم. بس كيف تعايش معه؟ أيوة. كيف تعايش معه والأسرة ذاتها كيف تتعامل مع مريض هذا السكري؟ طب في حاجات حتوزع برضو بالنسبة لهم كتغذية كتعريف من بعض الشركات، في شركات متعاونة معاكم أو داعمة في إنها هي هتقدم الأنسولين وهتقدم بعض الأدوية وهتقدم حاجات من التغذية وإرشادات، في جهات أخرى؟ في كوادر مشاركة معانا، في مستشفى الشرطة أيضا مشاركة معانا، في كمية من المعامل مشاركة معانا، في دكاترة أخصائيين في المرض ده متعاونين معانا إنه يقدموا لنا ندوات تثقيفية سواء كان لمرضى السكر أو غير مرضى السكر. نعم. جميل. احنا هنشوف الفيديو ونرجع كمان نتواصل مع مروان. نشوف الفيديو ونرجع، خليكم معنا. إذن ده يوم السكري العالمي السنة الفاتت، وده مجهود كبير جدا جدا، وما شاء الله أم عدد كبير جدا من الناس. يعني الإعلام بيفيد في الحاجة دي، شايفين إنه ممكن يساعد في إنه اليوم إن شاء الله يكون يوم 14 علمته كويس يعني. أيوة. والفيديو بتاع السنة الفاتت كمية من الناس، والسنة دي زيادة أكتر يعني، نشرتوه عبر اليوتيوب والفيسبوك. أيوة عبر اليوتيوب، عبر الفيسبوك، عبر وسائل الإعلام. الحاجة اللي بتفيدنا فيها الإعلام إنه حنزين نوصل الرسالة بتاعت مريض السكري. مريض عشان ما يكون يوم واحد، نحن بدل ما نحتفل به يوم واحد يوم العالمي للسكر يكون عندنا بدل يوم يكون عندنا كذا يوم. جميل. او في جميل. كل شهر يوم. طب احنا شفنا طبعا في الفيديو قبل شويه شفنا نوعيه الاكل، موجود اكل، وشفنا طبعا اكيد الاحذيه الخاصه بمرضى السكري، ده تعريف جميل جدا. وشفنا فيه ده العضوات دكتورات الواقفين اصلا هم بيستعملوا بناولوا، ولا ديل دكاتره متعاملين معاكم؟ اول حاجه زي ما قلت لك انه عندنا معارض، المعارض دي فيها احذيه، فيها كراسي، فيها رجل لمرضى السكر. طبعا عندهم بعد يصل فتره معينه كده
يقطع له رجله، يقطع له اصبعه. فمن ضمن المعارض انه تكون عندنا ايادي صناعيه تعويضيه يعني. ايوه بالضبط كده. بالنسبه للتغذيه عندنا خبراء بتاع التغذيه يكونوا معانا من شركات بتاع التغذيه معينه. اما بالنسبه للفتيات هم او اعضاء، خلينا اقول عندنا جزء معانا اعضاء مسجلين هم يدرسوا طب، نعم، والباقي كوادر طبيه جاهزه. جميل. إذا نحن كمان عبر قناة أنغام وعبر برنامج بندعو كل الناس على أنهم يكونوا في الحديقة الدولية إن شاء الله يوم الثلاثاء يوم 14 بإذن الله من الصباح إن شاء الله، حتى اللي ما عنده سكر إن شاء الله ربنا يشفي الجميع برضو يمشي، والفحوصات موجودة والتعريف طبعا أكيد في البيت بيكون في زول عنده سكري، يعني حتى طريقة الأكل ودي حاجة مهمة جدا، لأنه إحنا كسودانيين قاعدين يعني من أكل زول السكري معانا الأكل العادي أكل حقنا. أيوة للأسف الشديد. أيوة. يعني أنا شايفة في عصيدة هنا كويسة يعني مع العصيدة الشعيرية وكذا. أنا ما أقدر أفيد بالحاجة دي لأنه لسه ما لا أنتوا خدتوا ضعيف شوية. طيب كويس، هنجيب مختص يجي يكلمنا عن العصيدة. طيب جميل جدا. أكيد الكسرة هنيجي طبعا. ولدنا مروان القاسم بوصفك طبعا عضو، وعندكم ماراثون جميل جدا إن شاء الله يوم السبت 11/11 كلمنا عنه. طيب اول حاجه عشان ما تقولي تهربت من السؤال اللي فات، احنا بنقيف طبعا في الاشارات، مستحيل طبعا الناس دي كلها تحبك ومستحيل كل الناس دي تكرهك. ففي جزء نحن حكايه بتاع 70% من المجتمع السوداني مقتنع بفكره شباب النجده، ودائما نحن بنخلي مشاريع تكون ظاهره للعيان، يعني تكون في وسائل بتاعت اعلام تنقل المشاريع بتاعتنا، عشان الزول لما يدفع جنيه في صندوق يشوفوا في التلفزيون انه الجنيه ده ماشي لحاجه بتاع خير. ايوه ده شيء جميل جدا جدا. أيوة. ودي الشفافيه في الامر يعني. أيوة بالضبط. جميل جدا. الناس تعاطفوا معكم كثير جدا بالمناسبه، وكان وجودكم فيه التزام عز الشمس واقفين لغايه بالليل بجد، يعني كان شيء جميل يعني انا بحييكم عليه. كلمنا عن الماراثون برضه في الشمس طبعا من الصباح مش كده لفتين. طيب الماراثون التعريف بتاعه هو العدو لمسافات طويله، الناس حتجري حتتحدى نفسها وحتتسابق تضامنا مع المريض بتاع السكري. ايوه اللي هو المفروض برضه يمارس الرياضه. ايوه بالضبط كده. نعم. فالماراثون نقطه البدايه هتكون من نادي التنس، نقطه النهايه هتكون في الساعه شارع المطار. في شارع المطار اها. هتكون من نادي التنس لحد الساعه الخضراء يوم السبت ان شاء الله من الساعه 3 لحد الساعه 5. والشارع فاضي وامان، هيقفلوا الشارع بالمرور ان شاء الله، هنقفله بالتعاون مع شرطه المرور. نعم هيكون مقفول تماما. اي زول يشارك؟ اي زول يشارك، ما يعني ما بالضروره يكون في الفئه الشبابيه بس. عندنا الفئه الشبابيه، عندنا الفئه كبار السن، عندنا الاطفال، حتى الشابات عندنا. فاللي عايز يشارك الكل يشارك يعني. خلاص حنجي معاكم هناك، قلتوا حنوصل اخر ناس. جميل جدا. انا بتمنى لكم التوفيق، واي احد حاب يشارك يجي نادي التنس الساعه كم؟ من تقريبا 3 العصر لغايه المغرب مش كذا؟ لا الاشتراك لغايه الساعه، لغايه ما نوصل بس الساحه الخضراء مثلا. أيوة. كل اشتراك حيكون طبعا عندنا تذاكر، فئه التذكره 10 جنيه العاب يشارك معانا. حتقطع التذكرة حنديك صورة. السنة فاتت كان في؟ كانت في السنة فاتت كان ما في. كان ما في. السنة قبلية. لكن جات قروش كويسة نقدر نقول عليها ساعدت. طبعا يعني. هو لأنه الماراثون خيري، العوائد بتاعت الماراثون كلها بترجع لليوم العلاجي. نعم نعم. اللي هو حيكون يوم 14/11. عشان كده أنتوا عملتوا الماراثون قبالة بيومين. أيوه بالضبط. ده جميل جدا جدا، إن شاء الله موفقين في الكلام ده بإذن الله. عايز تقول حاجة؟ تفضل. احتفالية الماراثون ما بنحتفل بها احنا بس، برضه بيحتفل بها أكثر من 100 دولة برضه، عشان زي ما قال مروان إنه عايز المريض السكري يفتح عيون المجتمع على المرض المتزامن والمتعايش معانا ده. نعم. وخطورته ايضا، هو عوائده ايضا بترجع لمرض السكري. نعم. احنا زي ما قال مروان انه قيمه التيكت 10 جنيه، يعني 10 جنيه هي ما بسيطه شديد. أيوه. والله 10 وجري حلو. بعدين البرنامج يعني حتى حلو يعني ممكن يشارك فيه اي احد زي ما انت ذكرت. نعم. طب انتوا عندكم مشاريع قبل كده قديمه يعني او قبل كده سابقه، كلمونا عنها. طيب المشروع الاول كان عندنا من اكبر المشاريع اللي عندنا، عندنا مشروع افطار عبر الطريق اللي هو بيكون في رمضان شهر الخير. طبعا ده اكثر مشروع بيلم العضويه، بيلم الشباب بمختلف اعمار ومختلف جنسياتهم. افطار عبر الطريق اللي هو الناس اللي بتجي في المواصلات، تجي في المراكب العامه والاذان زعلها في الشارع. ايوه بنقدم كيس يكون فوق وجبه خفيفه اثناء الاذان، بدل انه نكون مثلا عاداتنا وتقاليدنا نفرش فرشه بالواطه. نعم بتلحق الواحد اللي هو ماشي. ايوه في الكيس وهو على الماشي. فكره تقليديه لكن احنا طورناها شويه بس. جميل جميل، ده كلام جميل جدا. طيب اكيد كمان يا مضر عندكم مشاريع حاليا انتم شغالين فيها الان. ان شاء الله بعد المشروع ده عندنا مشروع الشتاء الدافي.
الشتاء الدافئ. الشتاء الدافئ اللي هو بنبدا تجهيزاته في شهر 12، بيتم التوزيع في شهر واحد ان شاء الله. نعم. لكن عدد مشاريعنا في السنه ما يقارب ال 11 او 12 مشروع. انتم موجودين دائما جنب المستشفيات، انتم ده شباب النجدة ولا لا؟ متواجدين في نحن في جميع في اي مكان، اي مكان في المجتمع. ايوه عندنا لك شباب الحوادث. ممتاز. أيوة شباب الحوادث. وانتم موجودين برضو في اي مكان أي طول مكان. السنه عندكم برامج؟ طول السنه عندنا برامج. عندنا بعد رمضان عندنا فرحه عيد اللي هذه بنلف على المستشفيات الاطفال. نعم. خصيصا نوزع لهم هدايا. نعم. ملابس، نلعب معهم شويه، نفرحهم شويه. ثاني بعدها بيجي عيد الاضحى، داخل علينا الاضحى بنوزع الاضاحي. جميل. اللي هي توزع لحوم في المقر بتاعنا. بعديها عندنا نضحي لهم، نلعب معهم كده. طيب جميل. اكيد كمان يا مروان في مشاريع لقدام مفكرين فيها وتطوير للعمل اكثر. طبعا هو مشاريعنا خلال سنه كثير، من ضمنها عندنا المشروع بتاع اصحاح البيئه اللي هو بنسافر برا في القضارف، كنا مسافرين قبل اسبوع، في شباب برضو سافروا الحقنة. كان في مشروع بتاع اصحاح البيئه ده اللي هو بنطفي البرك من عوض الناموس والحياتي. نعم ده كلام جميل جدا، احنا بنحييكم كثير جدا. وحابين ثاني نذكر الناس بانه المارسون ان شاء الله يوم السبت 11 بعد بكره طوال ان شاء الله من نادي التنس الساعه 3 عصر لغايه ما توصل الساحه الخضراء ب 10 جنيه واي احد ممكن يشترك. كمان يوم الثلاثاء ان شاء الله في الحديقه الدوليه اليوم المفتوح بالنسبه لمنظمة شباب النجدة واليوم العالمي للسكر، برضو يكونوا موجودين هناك وحاضرين ان شاء الله. اكيد حاجات كثيره جدا تسقي في برامج مصاحبه في اليوم ده. في برامج مصاحبه عندنا في الساحه الخضراء، ختاما للساحه الخضراء عندنا حفله بعقد الجلاد، تكريم الجوائز، وجود وجوجه الشخصيه. نعم. عدد من النجوم في المرسم ذات عندنا نجوم مشاركين، نجوم الفن ونجوم الرياضه. عندنا مدسر كاريكا. نعم. ابو بكر الكاكي. عندنا بعض من الهيئات الدبلوماسيه مشاركه. من هنا انا بقدم لك دعوه انك تجري معنا في المارسون. اجري؟ طيب خلاص، فكره حلوه برضه، هدفع 10 جنيه واجري وان شاء الله حوصل اخر واحد. عندك مشكله ادفع لك يعني. غادي تستنوني لغايه ما اصل ان شاء الله. شكرا لكم كثير جدا، انتم حلوين جدا جدا، وشباب النجده دائما ان شاء الله هم في البال وفي الخاطر. من تم خالص على الجؤاس تقول كلمه. اسلك منك كلام. اتفضل. اول حاجه اشكركم، اشكر قناه انقام على هذه المساحه الجميله، واشكر الاستاذ محمد عمر من هنا على دعمه وجوده معانا في يوم الحفل ان شاء الله. اشكر شركه بدر للطيران، بنك الخرطوم، شرطه مرور ولايه الخرطوم على وقفتها معانا ونحن واقفين معاهم. شرطه الدفاع المدني دائما متواجدين معانا، نحن في حاله طوارئ دائما مع الدفاع المدني. فوكس يوت فوكس الثلاثه شركات اللي راعيانا في المارسون. حابب اذكر بارقام الطوارئ حقتنا 09-215-2020-7 01-00-22-72. أقول للمرة الثانية معلش 09-215-2020-7 01-00-22-72. وإحنا كمان نشكركم أنتم كثير جدا. شكرا لك. وإن شاء الله ربنا دائما يوفقكم لكل وقفة وقفتها في الشارع من أجل المرضى أجل السكر. إن شاء الله ربنا يجزيكم كل الخير. شاكرين لكم مروان القاسم، شكرا لك. يعطيك العافية. شاكرين لك مضر، شكرا لك. اهلا بك وسهلا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ده لهم شباب النجده وده اليوم العالمي ان شاء الله السكر للسكري. ما تنسوا ان شاء الله يوم الثلاثاء تكونوا موجودين هناك في حديقه الطفل من الصباح، موجودين لحديقه الحديقه الدوليه مقابل مدينه الطفل. ايوه قدام مدينه الطفل الحديقه الدوليه ما ننسى، معلش انا اسفه. وكمان يوم السبت الماراثون ان شاء الله من الساعه 3 من نادي التنس ولغايه الساحة الخضراء. إن شاء الله تكونوا حاضرين، وإحنا هنكون أنغام هناك بكاميرتنا كمان موجودين. أهلا بكم. بعد الفاصل وحنتكلم طبعا أكيد عن الإنغلاق الفكري. إحنا الآن نتكلم عن حاجة مفتوحة، بعد شوية حنشوف الناس المخها مقفل شوية وما عايز تفكر لقدام مع سحر بسطاوي.
تحية لكم مجددا أعزائي مشاهدينا وين ما كنتوا عبر قناة أنغام الفضائية وعبر موقعنا على الفيسبوك. دائما تابعونا أنغام قناة أنغام الفضائية سودان ميوزك. إن شاء الله الحلقة بتكون لايف قدامكم، إن شاء الله بتفوتوا البرنامج عليهم إنه يتابعونا بعدين إن شاء الله الساعة 11 في الإعادة. بعد الفاصل ضيفتنا المميزة سحر بسطاوي. السودانيين برضو زي ما قلنا احنا مجتمع يعني مترابطين مع بعض وجبنا يعني على المساندة وعلى المساعدة، برضو احنا مجتمع متسامح ومتصالح ومتعافي. بعض المشاكل اللي بتكون مجتمعية وفينا بنشوفها مرات بتكون في طريقة تفكيرنا من خلال تعليمنا تربيتنا البيئة من خلال حاجات كثيرة جدا حنعرفها مع مدربة التنمية البشرية الدكتورة والأستاذة سحر بسطاوي. أهلا بك وطولنا منك ما شفناك من رمضان. أهلا بك وسهلا. أهلا بك يا أستاذة ناهد وصباح الخير عليكم وعلى السودان الجميل، وبحيي التيم العامل على البرنامج، بحيي قناة أنغام الجميلة، بحيي السودان كله وبقول له صباح الخير ودائما بلدي صباح خير يا رب. دائما بتبعث فينا التفاؤل والشيء جميل يعني أول ما منشوفك دائما خليكي معنا حاضرة، أكيد دائما حاضرة بذهنك. حاضرة بذهنك دي جميلة جدا اللي هي بعيدة عن الموضوع هنتكلم عنه اللي هو الانغلاق الفكري. نعم. واللي هو أنا يمكن أخذت مقدمة بسيطة. نعم. عنه بعض المشاكل بتكون نتيجة للانغلاق الفكري. أكيد. كلمينا عنه. طيب الانغلاق الفكري ده بيحصل لأشخاص معينين في ظروف وفي ناتج عن التربية أو البيئة اللي هو نشأ فيها. طيب احنا هنتكلم أول عن البيئة. احنا بنقول إنه الإنسان ابن بيئته. طيب الإنسان اتربى دائما في بيئة، نشأ مثلا في بيئة غير صحيحة، يعني بيئة غير الأركان التربوية فيها مكتملة، أكيد هو حيطلع فيه نقص في حتة معينة. نعم. يعني دائما بيحصل له شك في حتة معينة كده ما بيقدر يتخطى مهما ما نال درجات علمية، برضو بيرجع للحتة دي بتكون زي بقعة مظلمة. البقعة دي هو قافل نفسه عليها، قافل التفكير في الحتة دي، فكل مرة ما يتقدم خطوات بيجي راجع لنفس المنطقة. لقدام بيحصل له انه هو بيرفض الحاجات تماما، بيشوف انه هو عقليته دي بتكون عقلية مسيطرة. هل يعني بيكون قريب للتطرف يا أستاذة؟ بيكون أحيانا نعم قريب للتطرف بالذات في الآراء. هو عكس الناس، الشخصية المغلقة بتكون عكس الناس تماما. يعني ليلة أنا لو قعدت معه مثلا هو دار يعمل مشروع جستجارني في المشروع هيعمل عكس الكلام اللي أنا قلته تماما. بيشوف انه هو ممكن يكون مستمع جيد، بيسمع أكثر مما بيتكلم، هو شخص بصري، بصري وسمعي. يعني بيكون قاعد وصامت. تلقيه بيلم في الأفكار كلها بتاعت الناس، بيحللها هو عن طريق نفسه. أيوة. تحليل ذاتي وبيفسر تفسير ذاتي وبيطلق على أحكام ذاتية. طيب يا أستاذ الكلام ده موجود موجود بعض الناس لكن كثير بعض كتير كتير نسبة كم يعني تقريبا؟ يعني أنا أوريك حاجة لأنه كلامك ده موجود أنا يعني بشوف حسي في المجتمع الآن يعني. أنا بوريك الآن المجتمع السوداني أنا بقول 60% منه منقلق فكريا. نعم. يعني بذات الناس يعني أنا ما بقول يعني الولايات لكن الناس اللي تربوا تربية ريفية بتجدي انه هو منقلق فكريا في بعض الاشياء. يعني حتى لو بعيد عنا حتى لو غير طريقه حتى وتعلم اكيد حتى لو غير اسلوبه حتى لو عاش برا السودان اذا البيئه هنا لا اساس اكيد ما الانسان ابن بيئته. نعم. البيئه بتاثر فيه. يعني مثلا انا سحر دي مثلا عندي انقلاق فكري في حته معينه وعارفه الحته دي وما قادره عليها. ليه؟ انا تربيت على الحته دي وقمتها. لما انا بجي برجع بقول له انا طيب ما تربيت كده وتربيتي دي كانت صح، الغلط لي انا ما بغير نفسي عشان الناس. شفتي كيف في يحصل مغارنه داخليه؟ هو دائما الانسان المنغلق فكري عنده صراع داخلي جوا نفسه. تلقيه حتى يعني مثلا في طريقته مثلا في التعليم تلقيه في الفصل هو ساكت ساكت بعايل للناس، حتى الاستاذ بيفتكر انه هو الطفل ده مثلا بليد ما بيشارك. لا، لما يجي يمتحن بعدين بيسهلك بالنتيجه، بيخزن، هو عنده مقدره على التخزين الداخلي خرافيه، بحلل بياخذ قرارات داخليه، بفاجئك بالقرار. اوكي اتقبلت القرار، اتقبلته ما اتقبلته دي بتكون مشكلتك. هو انسان بيحب السيطره، هو انسان بتلقي في فرد كل في اسره كل اسره فيها فرد على فكره منقلق فكريا. وحتى لو هو مثلا اصهر انه هو لا زول منفتح وافكاره بيرجع تاني للافكار بتاعته نفسها بيطبقها بشكل مختلف. لكن يعني حتى مثلا في ناس مثلا ما يحبوا التاخير، الساعه 9 لما تجيبك في الباب البيت
لما تجي تقول لي يا اخي انت ليه ما حس الزمن يتغير؟ يعني الناس بقت تطلع عادي 10 11 بتاع بيقول لك لا بيديك مبررات. ممكن ينسق لك قصه عادي من خياله انه حصل وحصل وحصل عشان كده التاخير ده، بحاول اغنعك بحاجاته هو. طب اذا في مراحل ذاته للانغلاق الفكري؟ اكيد اكيد في مراحل، واخطر مرحله هي مرحله تؤدي الى الانتحار، اللي هو الشخص الانغلق فكريا، المجتمع ما متقبله، أصبح مرفوض من المجتمع، مرفوض من أسرته، مرفوض من أصدقائه، الناس. هو ذاته ما قابل نفسه. وهو ذاته ما قابل نفسه، نعم. ليه؟ الإنسان يعني الإنسان العقل بتاعه ده عبارة عن وعاء. تمام. ركود الماء يفسده، صح؟ لو أنا عندي ماء راكد مدة 3 يوم في برميل لا يصح إني أنا أتوضى بيه، صح ولا ما صح؟ صحيح. يفسده، تمام. العقل البشري بنفس الطريقة، أنا لو ركنت الأفكار بتاعتي وقفلت عليها، الناس في تطور. يعني انا لما افتح الصندوق بتاعي ده القى الناس فاتتني 10 سنين، صحيح، القى انه انا افكاري منغلق. وانا منغلق وما داير افكر وما داير اطور نفسي وما داير امشي لقدام. يعني في ناس بتقول لي يا اخي انت طيب، مثلا هو دارس اداره اعمال، نقول يا اخي اداره الاعمال دي مثلا ما ناجحه معك في شغلك، حاول صحيح. انك انت حيد عن مجالك بشويه وشوف حاجه ثانيه يقوم تمشي معك، يقوم شنو يفكر. وعلى فكره هم ناس موسوسين طبعا، الناس عندهم قلق. ايوه قلق فظيع، قلق من شنو؟ قلق من الحاضر، وقلق من المستقبل، وقلق من ماضي. حتى بغارن في تجارب يقول لك لا انت عارفة انا صاحبي ده اشترى عربية كده، لكن قبال 10 سنين الكلام ده غشوه والعربية موجس. ايوة بتلقي انه حتى الناس مثلا في الجلسات العائلية هو ساكت، بعد شوية شنو بفكر يقول ايوة انتوا عارفين الموضوع ده هم قاصدين بيه، قاصديني انا بيه، زمان انا ما حصل لي كده. بجد كله حاصل يعني حاصل. ايوة بتلقى الشخصية دي موجودة في الاسرة، شخص مسيطر بحب يعمل كنترول على افراد الاسرة يكونوا تحت جناحه. ليه؟ بحب الهيمنة والسيطرة، إنه هو العقل المدبر، إنه هو العقل المسيطر في الأسرة. وتلقي دائما سبحان الله إنه هو حتى في الأسرة هو مش صاحب الرأي، هو أكبر كارثة في الأسرة تؤدي إلى هلاك الأسرة بعض الأحيان. نعم صح صح كلام. بتجد الكلام ده بتكون منغلق فكرياً ومتمسك بحاجاته، متمسك بأشياء بغض النظر عنها صح ولا خطأ، بغض النظر عنها صح ولا طيب دي معناها اجتماعية مشكلة كبيرة جدا، معناها ده بيأثر في المجتمع بصورة كبيرة جدا. أكيد أكيد. حتى تلقي حتى كمان الإنسان المنغلق فكريا في الزواج، دي كمان المصيبة أثره كبير جدا في الحياة الزوجية، دي مصيبة كبيرة جدا جدا. بتلقيه عنده أفكار غريبة جدا، يعني بتلقيه حتى عنده حاجات قرارات ممكن يأخذها ما يستشير فيها زوجته. يعني مثلا في بعض المغتربين يعني فجأة بتلقاه دق خروج نهائي ولما حاجات وجا السبب شنو؟ ولا أيوة السبب شنو؟ بقول لا والله أنا ما قادر أعيش خلاص هناك. طيب ما أنت أنا شريكتك في النهاية، بيكون في بيناتنا حوارات، بيكون في نقاشات، بنوصل لنتيجة. لا ولا يبيع البيت قاعدين، ولا يبيع البيت فجأة يقول لك أنا بحت البيت وحنرحل فيه. طيب انا ما انا كمان بشاركك الراي زي ما انا بشاركك الحياه، انا ام اولادك. طيب نعم. الزول اللي انت بتتكلمي عنه ده في اعراض ظاهره عليه، وقبل انت قلت بكون قلق وكده. أيوة. لكن ما ممكن القلق ده هسي مع الظروف الحاصله في نعم. السودان. لا هو شو الناس كلها مقلقه، هو بكون شنو زياده، هو قلق وما طبيعي. شوف لك حاجه يشكاك، يعني كيف مثلا بتلقي قاعد بتلقي عيونه عيون بتاع الترقب، متحول الإنسان اللي بترقب لك لحظة الغلط، تربص متربص يعني بيكون منتظر بيكون بعاين، بدليل إنه أنت مثلا في تمر على مثلا حادثة مثلا أو نقاش أو حاجة مرت عليها 3-4 شهور، يجي في لحظة يقول لك أنت اليوم الفلاني الساعة الفلانية لما كنا مع الناس كده حصل وحصل وحصل، يديك التفاصيل، هو مخزن ذاكرة تخزينية. تمام. وانتغامي يعني كمان. عنده مشكلة إنه هو من الطفولة عاني. شفت الإنسان المنغلق من الطفولة، لو رجعت للطفولة بتلقي عنيف، تلقي كان طفل عنيف جدا، يعني بيستعمل العنف، بيستعمل انتقامي. يعني مثلا لو طفل ضربه وما قدر يرد الضربة بتلقيه يضرب زول تاني، يعني ممكن يرهب الآخرين، يشتغل إرهاب، يشتغل إرهاب، لكن هو هش بغدر الحاجات دي. هو هش من جوا، عرفتي الهشاشة بتاعته دي، بغلف نفسه بالتغليف اللي هو شنو. طب هل هم ضحايا بتاعين تفسيرات خاطئة قبل كده؟ هم ضحايا بتاعين أفكار وتربية، تفسيرات ذات خاطئة. أكيد أكيد أنا ضحايا بتاع التربية. يعني أنا الليلة قمت بعدين شوفي حاجة، الإنسان الطفل بالذات يعني لما يقوم أنت قومه في بيئته صحيحة، ما تنقل الطفل نقلات ما حقته. يعني مثلا أنا أوريكي، نحن في مجتمعنا هنا مثلا يطلع الطفل من المدرسة حتى لو كانت في حوجة مثلا مادية، يطلع الطفل من المدرسة يدخله السوق. طيب. بغض النظر عن شعوره وعن حاسيسه وعن طفولته وعن إنه هو بني آدم وعنده تكوين، لما أنت تطلع السوق الليلة في فارق سن كبير جدا جدا، حيسمع وحيشوف أشياء ما مفروض هو، دي كلها ذاكرة تخزينية. الليلة لما يجي لاحظي حس حاجة، الناس مثلا اللي بيكونوا شغالين في السوق، أنا ما ببخس الأشياء، ما ببخس الناس حقها، ما بهمش المهن، لكن شوفي زول بيكون شغال في السوق والموظف
شوفي التفكير والعقليه بتاعته. نعم. لما تقعدي مع واحد موظف يعني الليله لو عندك زميلك في العمل تلقاه يرحب جدا ويعرف زملائك في العمل ويشارك ويمشي ليهم والمناسبات. لكن بتاع السوق ده بكون شفت شاطر برضه. ايوه يقول لك شنو انا يعني موظف ممكن يتغشى بتاع السوق. لا بتاع السوق يعني في كده وكده. لكن شوفي انا انا بتكلم هنا على السلوكيات. بتلاقي الموظف عنده تهذيب في طرحه للمواضيع في اشياء ده لانه سمع كلام اكبر منه بتاع زول السوق ده عاش في حته بتاع شنو يعني مثلا خداع لف دوران اشياء زي دي ما منتظمه. فبالتالي تكونت عنده افكار ما منتظمه اصلا عن الحياه. اما الموظف ده يعني قام حتى المجتمع بتاعه مجتمع سليم. يعني يؤمن بالزمالات يؤمن بالصداقات يؤمن بانك انت ممكن تدخل الاسره كصديق وكاخ. طيب يا أستاذة سحر بسطاوي وإنت كمدربة بتفتكري كيف نحن نقدر ندرب الآخرين أو أطفالنا اللي إحنا بنربيهم على مرونة التفكير اللي إحنا بنتكلم لو رجعنا ورا شوية نتكلم عن بيئة يعني وعن تعليم. التعليم ممكن يكون برضو في البيت من خلال التربية والتربية تحديدا. كيف نمرنهم في التفكير؟ طيب نحن دائما الأطفال ما نديهم أشياء أكبر من سنهم. يعني الطفل نخده في مكانه الصح نمرحله كل مرحلة عندها ذاتها. يعني مثلا الطفل الصغير مثلا يعني الطفل الصغير مثلا احنا قاعدين نتفرج في التلفزيون في فيلم مثلا جاء فانت حسيت انه الفيلم ده في مثلا لقطة تؤدي الى شيء خادش للحياة والطفل جنبك. طيب ببساطة جدا جدا حسيت بالحاجة دي ممكن تاخذ الطفل كده عليكي وبالراحة تحول الغنى. ما تنبه الطفل انه الحاجة دي لانه هو عايز قلق. انت ليه ماما قلبت الغنى دي؟ حيكون تفسيري. او لو هو شاف الحاجه دي انت يا ماما النازل بيعملوا شنو تفسيرك في اللحظه دي شنو؟ هو هنا الطفل ذاكره تخزينيه تصويريه بيلقط ويخزن. المريض النفسي لما يعالجوه بيعالجوه بحاجه اسمها خط الزمن اللي هو ده من الميلاد الى الممات. خط الزمن ده هو فيه ذاكره تصويريه وتخزينيه مخزن فيها. المشكله بتكون في حته معينه حصل له دروب في حته معينه عشان كده بكون بيبدا معاه بقول له ارقد واحكي اللي هو بالتنويم الايحائي او التنويم المغناطيسي عشان يفرغ الحالات الجوه. لا بيعرف يعطي نقطه وين الخلل. ايوه بالضبط من خلال الحكاوي بتحصل حتى هو المريض اثناء الاسترخاء لما يوصل نقطه معينه بتحسي شنو نفسه قام ينفعل وعرق بتعرف ان النقطه في الحته دي. فالطفل بتمرحلي وانت بفهمك انت كل مرحلة عندها حاجة. يعني مثلا بيجي مرحلة المراهقة مثلا الطفل من 12 سنة مما يدخل بتبدي مرحلة المصاحبة. نعم. والحكاوي وبيحصل كده يا بابا وبيحصل كده يا ماما ولو حصل كده بطريقة الفهم والمصاحبة ما بيشد ولا بتضرب. طيب أستاذ سحر. نعم. أنا حديك لينكات صغيرة صغيرة يمكن ما باقي لنا كثير. نعم. المخرج ويدان بتقول لي خلاص الزمن. أوكي. يعني يمكن علوش حديك لها ممكن تجاوبين لها هل ممكن نقول عليهم إنهم غير منطقيين حتى في طريقة كلامهم معانا؟ صح. بتلقيهم مرات عشوائيين في الكلام بتلقي زول دائما يعني بيتكلم بطريقه انت بتتخلعي فيها يعني بتحتار انه زول ده شنو بيقول في شنو. هو بشنو بيقول الحياه المكنونات الجوا والمخزونه ده بينتظر لك الغلطه. غضبك انت هو بيعجبه. نعم. عرفتي يعني بتستفزك بالصمت. طيب لو انت مثلا هو داخل معك في حوار وشاد معك لو انت شديتي معك تلقى على مطريده كده في وشه. طيب يا استاذه ممكن النقاشات والحوارات بتخلق لنا جيل جديد جيل مثقف جيل مختلف تقدر نقول عليه. أكيد. هل نعم. بتأيديني في الكلام؟ والله الحوار الهادف انا دائما اللي هو يكون باسلوب انا دائما بقول الحوار الهادف الحوار الهادي. يعني انت لو اي زول فرد من افراد الاسره من اصدقائك من اسرتك حصل منه خطا انا بشوف انك انت تتكلم معاه براك. يعني براكم كده تقعدوا تخطوا النقاط انه حصل كده كده النقاط دي انت عملتها كده ليه. ما هو ممكن كمان من وجهه نظرك انت غلط لكن من وجهة نظره هو صح وفي تبرير للكلام اللي حصل ده. طيب أستاذ سحر إحنا طريقتنا يمكن حاجة التعليم طريقة بتاع التلقين وحفظ من صغار. نعم. للأسف الشديد. أيوة. يعني إحنا يمكن كان قبل شوية معنا أستاذ محمود محفوظ وتكلمنا عن الحاجة. أكيد. دي يعني. نعم. طيب التلقين والتحفيظ والتحفيظ اللي إحنا قمنا به أنت شايفه صحيح يعني؟ والله أنا ما بشوف إنه هو صح. أنا للأسف الشديد يعني أنا بقول إنه التعليم ده إن أنت تطلع يعني حتى في طريقة التعليم المدرسي طلع طفلك للحياة. عرفتي كيف يعني أنت ما تخزن ما تخليه يخزن خليه يجرب الحاجة. يعني زمان نحن في التعليم كان مثلا بنتكلم مثلا عن صناعه الصابون كان بيودونا مصنع الصابون ومصنع الزيت وكذا. يعني قمنا برحلات مدرسيه. صحيح. شفنا الحاجات زرعنا ايوه كنا في المدرسه يعني الواحد عاش الحاجات. ايوه نعم فيلة. كان في الحصه بتاعت النظافه عندك يوم في الاسبوع اللي هو تقريبا نهايه الشهر يوم الخميس بيكون. صحيح. بتنظف المدرسه وعندك زرعه انت خاتيه. فكان شيء جميل جدا من الازيار والحياه كان عادي. أيوة يعني كان بتشوف انك انت زول منتج. يعني مع التعليم في انتاج. طيب احنا كسودانيين كده يا استاذه بتشوفي احنا مجتمع تبعي يعني مدبوعين
ما عندنا شخصيتنا والله الحال. يا اخي شوف انا احنا ليه حاجة. مثلا احنا ما ناقشنا الموضوع ده قبل كده، ليه احنا مثلا شخصيتنا شويه كده لما نكون في مجتمع عام بنكون ما عندنا الرياده في الحاجه؟ يلا نحن شوفي يعني احنا السودانيين عندنا حاجه نحن ناس بسيطين وطبيعنا بسيط، لكن عندنا حاجه ما عندنا صيغه في النفس، ما واظنين في نفسنا. شنو والله عدم الصيغه ده شوفي احنا يعني عدم الصيغه في نفسنا ده مرات كمان الاسره لا دخل في الكلام ده بنمو فيك عدم الصيغه في نفسك. يعني مثلا الليله انت تطلع ما نافع انت صغير ايوه من صغير يا اخي بدي انت بس عرسوا لك طوالي انت بس ولد عيدي زي ما نافعه انت بس وانت برجعوك بجاد الخبيزك طوال البيت في طوال البيت في حاله كلام زي ده جراد الخبيزك وما بعرف شنو وانت شهر ما بتتمي برج فالافكار شنو بدل انه حس يعني الجيل الجديد ده قايم يعني تلقى الواحد 18 17 19 سنه متزوجه بعد شهر شهرين ثلاثه شهور سنه بالكثير رجعت بيت اهلها نعم هي برضه ما بيعرف يطبخ وما بيعرف ايوه ما بتعرف ما مؤهله هي اذا نحن نرجع لغير انها مؤهله في البيت واستعداد الام لانه تربيها على اساس انها تتزوج كثير هسه من الجيل الجديد ده بعيد عن الدين اكيد أمور الدين ودي مشكلة أمور الدين ودي مشكلة كمان نعم. دي مشكلة أساسية كبيرة جدا جدا أن إحنا لما نخلي أطفالنا منفتحين فكريا الانفتاح الفكري إنك أنت تضطف كل الأشياء معاها الروحانيات كمان نعم. يعني الليلة الأم البيت لو شافت أمها وأبوها بيصلوا في مواقيتهم نعم. تمام أمك بتقرأ قرآن ما أنت ابن بيئتك يعني قمت أنا مثلا الآن ما بقدر أفوت وقت بشعر بالقلق الظهر داخل لا لازم اصلي الظهر ايوه اتوضى ايوه وانتظر كده لازم اصلي في مواعيدي ليه لانه انا اتبرمجت على هذا الاساس لكن لما نجي القى انا مساهره لحد صلاه الفجر والبيت وما يقوم عليه وكون أيوة باقي الفجر ساعه وبتاع مساهره على النت بعد قفلت تليفوني ورقدت نومته ما فارق معي اني اصلي او ما اصلي فالحاجات دي انا بقول حاجه يا استاذ ناهد انا دائما انت لما تنخرط دائما في العمل الطوعي والعمل الجماعي بتكتسب خبرات صحيح. الان الشباب ديل اللي كانوا قبلي في الشباب النجدة أيوة في الفقرة دي شوفي الشباب ده واعي لذات درجة يعني أنا الليلة ناس كثيرة ممكن أنا ما ممكن أشيل لي صندوق ومرك في الشارع عشان أليم جنيه واثنين جنيه صح ولا ما صح صحيح. في ناس بتقول لك ده شنو ده أنتو شحادي سمعتها كثير لكن شوفي هم بيعملوا شنو يعني زي ما تقول تحصر على نفسك ليمونة صح تتقبل أي كلام هم يعني أيوة ده ليه لأنه هو زول منفتح فكريا نعم. هو زول مؤمن بالعمل الجماعي ومؤمن بالعمل الطوعي الشغل دائما في مجموعات إذن الإيمان بالحاجات أيوة. وزي ما قلت والعمل الطوعي بيساعد كثير في نفسيات أكيد الناس أكيد نجي لآخر محور وخلاص حنختم طبعا أكيد كمان من أكد والحاجة دي أنا بفتكر إنها هي مهمة حكاية إنه التطرف الآن نشوفه في بعض التطرف الديني كمان إحنا تكلمنا عن إنه الإنسان ينفتح على أمور الدين عشان إحنا كمان ننفتح كمان على أمور الدين ويكون في تطرف ديني وتبدا في قصه ثانيه دائما انت تاخذ الامور من وسطها يعني ما انت في النهايه شوفي في التبعيه يعني انا ما زي ما قلت لك في التبعيه التبعيه بتحصل وين انه احنا في التطرف الديني بتلقي تابع للطريقه الفلانيه تابع للشيخ الفلاني انت ليه تتبع انت عندك قران وعندك سنه وانت درست الدين وعارف حاجاتك يعني كلنا الحمد لله بنصلي بنصوم بنعرف حاجاتنا ليه انا اسهر بمسخره التطرف والتشدد اي شيء اذا النقاشات والحوارات مهمة جدا أكيد. في البيت وفي أي مكان أكيد. وجودك معنا ذاته مهم على فكرة دائما تسلم نورنا المشاهدين إنك تكوني معنا موجودة أستاذ سحر بسطاوي إحنا شاكرين لو عندك كلمة أخيرة تفضلي قدام الكاميرا أنا والله يعني بحيي الشعب السوداني بحيي الشباب بحيي المبادرات اللي تقوم بحيي المنظمات الشبابية اللي قامت فبقول للشباب اللي قدام والبلد محتاجاكم كثير جدا السودان بيقوم بالشباب والنهضة بتقوم بالشباب وأنا شايف الحمد لله والشكر لله الآن حتى دعم مرضى السرطان الكلى السكري مبادرات كثيرة كفالة اليتيم كسوة الشتاء مبادرات بتقوم وشباب ربنا يديكم الصحة والعافية يعني أبقوا عشر على السودان أمانة في رقابتكم وبحيي الشعب السوداني وكما قلت في بداية العام 2017 تكهنت إن السودان ماشي في مرحلة انتقالية والحمد لله رفع الحظر عننا الكلام دي في برنامجنا نعم. كمان والحمد لله رفع الحظر عننا و2018 بإذن الله حتكون نقلة عالمية للسودان أتمنى الخير للجميع وأتمنى تفاؤلك تفاؤلك جميل تفاؤلت في بداية 17 وفي هذا أكيد. البرنامج بالخير والحمد أكيد. لله الحمد لله بتفاؤل في 2018 إن شاء الله يمد الله في الأيام أنت شكرت الشباب لكن أنا دايرة أقول برضو كلمة في إنه الشباب يا إخوان الفرصة الفترة الجاية نديهم عشان الانغلاق الفكري أكيد لازم على عقلية لازم محتاجين توعية محتاجين محاضرات فرصة نعم. أكيد نديهم فرصة يا ريت والله يعني شكرا لك أستاذ سحر بسطاوي مدربة التنمية البشرية شكرا لك شكرا لك شكرا لكم كمان أنتم أعزائي المشاهدين إن شاء الله يوم السبت فريق عمل جديد وبرنامج الأسرة والصحة والمجتمع تقبلوا تحيات التيم العامل لهذا اليوم وتحياتي أنا ناهد بشير الطيب في أمان الله.
غيابك وين القمر طيب أين العدو صابت سيد يا حبيب ليش من غابك وين القمر طيب أين العدو صابت سيد يا حبيب حبك بحر ما ليه لا بر ولا حد
صبرت عليك أنا صبري لي وحده فيش مزاوي وين القمر طيب وين العدو صعب نسيتني يا حبيب قلبي يحزل دا عين ولا كان مكسور ولا قلبي مريدة مريد وليك محر حبك بحر ماليه لا بر ولا حدود ومهما صبرت عليك ما صبري ليه محدود عين العدو صابر نسيتني يا حبيب Thank you.